لا قبل كل شيء السيسي حقق انتصار مهم اليوم امام الجمهور رغم انه في اخر المباراه صعبت رايحكم شوي. بيان سور معناها سورتو معناها كي تشوف معناها الورقه الحمراء خش عليها بالعاني معناها زوز ورا بعضهم زوز فوتات ورا بعضهم تهز ورقه حمراء تشوف هما معناها متسامح شويه معاهم المهم انتصار جافس فاقس الحمد لله ربي كما قلت لك قاعدين نخدموا ماشيين في السكه الصحيحه ان شاء الله ربي يوفقنا وديما ان شاء الله انتصارات تخليك تخدم في باريحيه ان شاء الله. علاه نحكيو على البونتوات اللي ماركيتهم كلهم يتشبوا لبعضهم بونتوات الحمد لله هذاك علاش قلت لك الكرات تحبذهم الحمد لله كما قلت لك معناها خدمه وتوفيق من عند ربي وهذاك تشوف معنا البوند نتاع اليوم في صنعاء من السونتر نتاع حمزه في ظهر ديفونسوريت وكازيدا الحطه نتاعي انا الحمد لله ان شاء الله كما قلت لك معناها بوند هذا يخلي واحد يخدم مرتاح ويخلي المجموعه الكل نخدموا مرتاحين باش نقدموا مردود افضل في المباراه الجايه ان شاء الله. لا واتي السيسي حقق الانتصار اليوم كالعاده في تايب الميري لكن في الاخر المباراه صعبت على رواحكم شوي. لا ما صعبناش على رواحنا بليتو كي تشوف معنا الماتش من الاول الماتش الاربيتر برسك قراراته كور ضدنا الله اعلم مش يقصد ما احنا اللي شفنا اليوم ماركينا زبوندو اللي قعدنا مرتاحين اكثر من زميتون صحيح صعبنا شويه على خاطر نقولوا حبينا نزيدوا كيما نقولوا نوخروا بالوقت باش هما يزيدوا يدخلوا بعضهم من المركز الثالث مي اونفا معنا في تامير ربحنا ثلاث نقاط باهين لهنا يخليونا ديما في الصداره وهذا هو المطلوب اذا اللي بصعوبه ولا من غير صعوبه ليسونسيال نربحوا وجاي ان شاء الله خير في البلاي اوف ان شاء الله نراو حاجه خير ان شاء الله. في دخولك في الشوط الثاني تزامن مع الورقه الحمراء لكريم العواضي شفناك رجعت في بلاصه العواضي اكثر من اللي لعبت قدام. هذا اللي كي دخلت انا دخلت في اخر اللقاء كان جا معنا كريم ممكن نكونوا مرتاحين خير ونلعب اوفونسيف مي هذا اللي الورقه الحمراء كنا نلعبوا ب 11 ولينا 10 انا ذولي كي دخلت مازال عندي الفريشور نتاعي باش نجم نرجع ونطلع وكاو الحمد لله معنا ذولي 5 مينوت ولا 10 مينوت دخلت ما عملت كيما نقولوا لي المطلوب وكاو ترى ثلاثه نقاط يخليونا احنا مرتاحين وخلونا نترناو جمعه كامله باش نحضروا ماتش قروان ان شاء الله في فورم. كنا مش نشوفوك تيتولير لكن ما شفناكش اليوم علاش؟ عندي ثلاثة ايام التالي ما تعرضت على اصابه على مستوى الشيفي معناتها مستوى الكاحل عملت الفحوصات اللازمه ما فماش حاجه خطيره ديجا اليوم كنت اساسي وعملت شافمون في اخر لحظه حسيت روحي ماني 100% خيرت اللي حكيت مع المدرب حكيت مع الاطار الطبي خيرت اللي انا نرتاح ونحط بلاصتي الكريم ولا غلبك اللي كذب ان شاء الله الجمعه الجايه نكون حاطم مع الاولاد. انت تفرجت على البارتي من البنك عجبك الطرح هذا؟ صحيح معناتها عملنا بريمير ميتون كبير ياسر اليوم سجلنا زوز اهداف زي ميتون كما تعرف معناتها في مخاخ اي ملاعب معناتها كي تبدا تربح بلاش مش توخر تالي قبلنا شويه لعب وجا بونتو ضد مجر اللعب ما ماتش ككل ما عملنا ماتش باهي ان شاء الله الجايه خير وكو. تيس ربح اليوم ثلاثة نقاط قدام جمهوره وما في اخر البارتي كلي صعبته شويه على روحك. سنورمال هذا اللي اخر ماتش باش نخرج شويه باش ما نخليوش برشا سباس اللي دخلوا الجوار القدام يجيو بالكدا في الكاش رابيد سنورمال باش نخرجوا ما يعني ما اخرناش كيما العباد تسخايب لعبنا اللعب نتاعنا عرفنا كيفاش نجيريو المباراه كيما قلت لك يعني ثلاث نقاط مهمين برشا باش خلونا نخدموا يعني رجعنا لسكه الانتصارات وباش خلونا نخدموا يعني مرتاحين في الجولات القادمه ان شاء الله. اللي كونتاكت بينكم وبين لاعبيه اتحاد بن قردين برشا كونتاكت شفنا حتى بعض التدخلات العنيفه. صحيح هذا اللاعبين بن قردين اللي عملنا فيزيوناج عليهم وشفناهم اليوم سون دي جوار يعني اتليتيك عرفنا يعني ما لازمناش ندخلوا في الجو هذا لازم نلعبوا الجو التكنيك نتاعنا دخلنا معاهم كنا يعني اجريسيف كيفهم هما وكما قلت لك تمكنا باش ناخذوا 3 بوان نتاعنا اللي براتيكمون ترشحنا بلاي اوف تو نخموا الناس الكل في المقابلات الجايه وبقدره ربي مستقبل سي اس اس بخير ان شاء الله. انيس الجربي مساعد مدرب السي اس اس، السي اس اس اليوم حقق المهم الانتصار لكن الاداء كان مذبذب من فتره الى اخرى. صحيح يظهر لي الشوط الاول قمنا بالمهم سجلنا هدفين بدايه المباراه كانت لينا احنا قمنا بشوط اول طيب اكيد انه في الشوط الثاني لونتام ما كانتش في المستوى المطلوب ما ننساوش اني نلعب ضد فريق منافس محترم منافس اللي يمر بفتره انتعاشه منتشي بالانتصار الاخير نتاعو كنا عارفين ان المباراه مش باش تكون سهله يظهر لي الحمد لله اليوم الانتصار مهم بعد الخروج نتاع الديسيبسيون نتاع مباراه الكاس اليوم رجعت الروح والثقه للاعبين الكل الحمد لله انتصار مهم يخلينا نخدموا في اريحيه ان شاء الله.